أتمنى لكل الأسرة الإعلامية إن شاء الله نعبر على كل تحياتي وتقديري على العمل، خاصة على مستوى ولاية الواد. كما ذكرت نسبة عالية من تحلي بروح المسؤولية وروح الاحترافية، ملاحظ هنا على الإعلاميين والصحفيين على مستوى ولاية الواد، بارك الله فيهم، ونحن مستعدون لإعطائهم كل الدعم اللازم ليمكنهم من ممارسة وظيفتهم. اليوم يعني نحيي هذا المناسبة، مناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، واليوم نتحدث عن حرية التعبير في الجزائر اللي باتت مقننة وفيه مساحة كبيرة، وبالتالي حرية التعبير أن تنقل صح انشغالات المواطن، أن تنقل صح انشغالات التنمية دون إخفاء. أولا بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة أهنئ زملائي الصحفيين والمراسلين بيومهم العالمي. الحمد لله، كان احتفال رائع، تم تكريم جميع الزملاء الصحفيين سواء كانوا القنوات الوطنية أو القنوات الخاصة.